مجد يسوع، لأن مفيش حاجة بتخفف أوجاع الدنيا وأتعابها وألماتها أو اضطهاداتها أو أي متاعب ممكن تقابل الواحد فيها، إلا إن هو دايما بيبص ناحية السماء فيفرح. اللي بيبص ناحية الأرض تلاقوه دايما حزين ودايما مكتئب، واللي يبص لامبارح تبص تلاقيه دايما عنده كآبة، اللي يبص لبكرة تلاقوه دايما قلقان. والحل قاله لنا رب المجد يسوع، قال لنا يكفي اليوم ايه، يعني ما تقعدش تفكر في بكرة هيحصل ايه، وما تقعدش تشيل مرارة امبارح حصل ايه، فكر في دلوقتي. يا ريت اللحظات اللي انت موجود فيها دلوقتي في الكنيسة تكون فترة فرح بالنسبة لك، فترة اشتياق، فترة مراجعة للنفس، فترة تسبيح لربنا. يبقى هي الفترة اللي أنا بقضيها دلوقتي هي أهم حاجة، لأن ممكن واحد يكون مثلا وهو نازل اتضايق من حاجة يفضل قاعد طول ما هو قاعد متعكنن، أو واحد وهو خارج حاسس إن وراه حاجة يفضل طول ما هو قاعد قلقان. ولكن واحد يقول لك أنا يكفيني الفترة اللي أنا قاعد فيها دلوقتي مع ربنا، وبعد كده اللي يحصل إيه؟ يحصل طول ما أنا في إيديه مش ممكن حاجة هتقدر عليه. إحنا بنقول كده إن كان الرب معنا فمن علينا. المهم إن إحنا نكون معاه، هو معانا على طول، بس المهم إن إحنا اللي نكون إيه؟ معاه. هنكمل دراستنا للأنبياء الصغار. إحنا كنا ما خدناش سفر نحوم، فهنبتدي نكمل سفر نحوم. سفر نحوم هو من الأنبياء الصغار. إحنا قلنا إن في أربع أنبياء كبار، هما أشعياء وأرميا وحزقيال ودانيال، وفي 12 من الأنبياء الصغار. إحنا درسنا تقريبا 9 منهم أو 10، وفاضل لنا 3 أنبياء. ما بنفرق ما بينهم كبار وصغار على أساس حجم النبوة وحجم الوقت اللي تنبأوا فيه، ولكن كل الأنبياء هم مختارين ومحبوبين عند ربنا. مش بنفرق فيهم لحسب السن ولا حسب المكانة الاجتماعية، لكن على حسب حجم النبوة اللي تنبأوا بيها. كلمة نحوم هتلاقوها برضو متفقة مع معنى السفر. نحوم معناها نياح، وانتوا كلكم عارفين ان في بلد في الجليل اسمها كفر نحوم، يعني دي سمعنا عنها كتير. ممكن نكون ما قريناش سفر النحوم كتير، ولكن هو من الاسفار الجميلة اللي فيها بتبان تعزية ربنا، واللي فيها بيحصل نياح او تعزية. نحوم جاية من نياح او تعزية، او الله يعزي. فهنا كلمة نياح أو تعزية أو راحة هي حتى موجودة في أوشية المرضى، بس ساعات بيقول أعطيها سلاما أعطيها راحة، لحسن ساعات يفتكروا نياحا ده إن هو إيه، زي مثلا حد من اللي بقى في مرة ابتدى، معلش بعد إذنكم الموبايل بتاعه شغال يطفي، احنا وقفنا الغرامات، نرجع الغرامات تاني. طيب احنا في كلامنا عن أوشية المرضى، ساعات ممكن واحد يقول ازاي نقول له يا رب اعطيها نياحا، انت بتطلبه للمرضى ان هم ينتقلوا يعني. في مرة احد الاباء كان في يوم سبت الصبح، وبعدين ابتدى يصلي أوشية الراقدين، ابتدى يصلي أوشية المرضى، فجه المعلم بسرعة قال له لا أوشية الراقدين يا بونا. فبعد ما ابتدى يقول تفضل يا رب أذكر مرضى شعبك، راح ابتدى يكمل بأوشية الراقدين، قال تفضل يا رب نيح نفوسهم إيه جميعا. هل معنى كده إن النياحة دي حاجة مضرة أو حاجة؟ لا، ده احنا بنطلب النياح
عشان الراحة مش بس الأرضية والراحة السمائية كمان. فمعنى كلمة نحوم يعني نياح أو راحة أو تعزية. بينسب نفسه إلى القوش، ودي قديس جيروم بيقول إن هي في شمال الجليل، يعني زي ما احنا عارفين في الكتاب المقدس إن في حتة اسمها كفر نحوم في الجليل. أما تنبأ، احنا عارفين إن كانوا كل الأنبياء يا إما بيتنبأوا للمملكة الشمالية أو بيتنبأوا للمملكة الجنوبية. هو أصلا كان في المملكة الشمالية، والمملكة الشمالية كانت أغلب الملوك اللي جمها او كل الملوك اللي جولها كانوا ملوك مش ماشيين بحسب مشيئة ربنا، وعشان كده ابتدى يحصل عليهم سبي من بدري جدا. ولكن حتى ما ابتدت مملكة يهوذا اللي عندها المذبح وعندها الهيكل ابتدوا ان هم كمان ما يمشوش بحسب مشيئة ربنا، برضو جه عليهم السبي. فهو أما كان في مملكة إسرائيل وجه السبي اتنقل لمملكة يهوذا، والفترة دي هي اللي كتب فيها النبوة بتاعته. تقريبا في سنة 630 قبل الميلاد، لأن كان في نفس المدينة اللي تنبأ عليها نحوم اللي هي مدينة نينوى، تنبأ عليها قبله بفترة يونان النبي. بس يونان النبي هو بيتكلم عن مدينة نينوى كان بينادلهم بالايه؟ بالتوبة. ولكن وما تابوا ربنا رفع غضبه عنهم، ولدرجة ان احنا اخذنا ان في 3 ايام بنصومهم زي صوم ايه؟ اهل نينوى. اللي صاموا اما ربنا ناداهم بالتوبة فربنا رفع غضبه عنهم. طيب واحنا اما جم بعد فترة نفس مدينة نينوى دي عملت الشر قدام ربنا، لأنها كانت عاصمة المملكة الأشورية، وعملوا شرور عظيمة جدا قدام ربنا. فربنا اللي قبل توبتهم ورفع غضبه عنهم رجع المرة دي لأنهم لم يتوبوا، عمل إيه؟ حط لهم النبوة دي اللي هي بيقول إن هيحيط بك أعدائك وهي هينهوا كل انسان حي فيك. وعشان كده المهم ان احنا مش المهم ان احنا نبتدي بالتوبه بس، لكن لازم ان احنا نكمل في طريقنا ناحيه ربنا. دايما بقول لكم ان بولس الرسول كان بيذكر واحد اسمه ديماس، بيقول كثيرون يسيرون ممن كنت اذكرهم لكم مرارا الان اذكرهم ايضا باكيا وهم اعداء صليب المسيح. يعني ممكن يكون واحد ابتدى حلو وبعدين يكمل وحش، يجي يكلم من يكلم الغلاطيون يقول لهم ايها الغلاطيون الاغبياء من رقاكم حتى لا تطوعوا وتزعنوا للحق؟ ابعد ما ابتداتم بالروح تكملون الان بالجسد؟ يعني ممكن واحد يبتدي بالروح ويبقى حياته حلوه مع ربنا وبعدين يرجع يكمل بالجسد فيرفض. هنا ربنا ليس عنده محاباه. الإنسان الروحي اللي بيسلك بالحق تبص تلاقي دايما مكانه في السماء. طب والإنسان حتى اللي بدأ كويس ورجع بعد كده كمل حياته وحش، ربنا ممكن إيه؟ يتركه. زي ما شفنا مع شاول، شاول الملك ربنا اختاره وكان حطه اداله روحه القدوس إن حل عليه روح ربنا، ولكن أما أخطأ ومداش الكرامة لربنا وانتحل صفة من صفات الكهنوت وقدم ذبيحة وبقاش يسمع لصوت تمويل، ساعتها حصل له ايه؟ يقول لك فارقه روح الرب وبعدين انتابه روح شرير من قبل الرب، لانه ما كملش في الطريق المقدس اللي ربنا اختاره ليه. ولكن نلاقي واحد زي داود عاش مع ربنا حلو، بس لما اخطأ رجع قدم ايه؟ طب وربنا يعمل له ايه؟ قبله ولا رفضه؟ يرجع يقبله حتى وان كان ادبه، الا ان هو يقبل كل ابن ادبه. يعني حتى اذا كان ربنا ممكن يرسل بعض التاديب الا انه بيقبل كل ابن كحبيب.
ممكن يسمح ان ابنه ياخد منه الميراث ويروح لقرى بعيدة ويفضل يسكت في محبته منتظر ان هو يرجع، ولكن اذا رجع يفتح له احضانه ويلبسه الحلة الاولى ويغسل اقدامه ويرده ويذبح العجل المسمن ويرده الى مكانته الاولى. طيب اذا كان مش عايز يرجع يبقى هو اللي اختار ايه؟ الطريق بنفسه. فهنا نخلي بالنا ان ربنا اللي اتكلم على اهل نينوى وقبل توبتهم وردهم، وحتى وبخ النبي اللي ما كانش عايز ان ربنا يقبل توبتهم، نلاقيه المرة دي اتكلم على نينوى بطريقة صعبة جدا بسبب ان هم مشوا في الخطية ما كانوش عايزين يرجعوا عنها. احنا قلنا ان نينوى دي كانت عاصمة اشور، مملكة اشور دي كانت مملكة قوية جدا لدرجة ان اغلب العالم اصبح تابع ليها، ومملكة اشور دي هم اللي راحوا حربوا الحضارة الفرعونية في مصر في حتة اسمها اون، وهم اللي هدوا الحضارة الفرعونية في مصر بسبب قوتهم وجبروتهم لدرجة ان ما كانش حد يعرف يقف قدامهم. وكلكم عارفين سنحريب اما جه حاصر مدينة اورشليم، وحصل ان حزقية الملك عمل ايه؟ اخذ الورق اللي بعته سنحريب وراح حطه قدام المذبح كده، نشره قدام في الهيكل قدام ربنا وقال لهم هم دول اللي بيعايروك. فرغم انه كان بعت واحد اسمه ربشاقي وكان بيحارب شعب الله وعمال يستهزئ بهم ويخوفهم ويقول لهم شوفوا الممالك اللي حواليكم هل في حد قدر ينجى من ايدينا، لما ربنا نظر اليهم ونظر طلبهم ليه فبعت ساعتها ملاك واحد واهلك 185,000 من جيش اشور. شعب اشور كان شعب قاسي وغليظ الرقبه، وكان في صعوبته ان كان ممكن يستهزئ بالناس اللي بيقبضوا عليهم كاسره فيعملوا بيهم العاب، يقطعوا ايديهم يقطعوا ودانهم مناخرهم، ممكن كانوا يقطعوا رؤوس البعض ويعلقوها في الاخرين الاحياء، كانوا يعملوا اعمال صعبه جدا وبشعه جدا وكانوا دمويون، بالاضافه ان هم كانوا بيعبدوا الاوثان. وانتم عارفين ان سنحريب كان ليه اله اسمه نصروخ وكان بيهتم جدا ان هو يقدم ليه الذبايح، وكان ممكن يقسو على الشعب جدا، وممكن ان ما كانوا ياسروا ملوك او رؤساء او امراء كان يحطوهم في اقفاص ويفرجوا عليهم الناس عشان يستهزئوا بيهم ويخوفوا الشعوب التانيه اللي حواليهم. اما ربنا بيرى انسان تجبر الى هذه الدرجه بعت لهم المملكه البابليه عشان تقضي على مملكة أشور وعشان تنهي هذا الجبروت اللي عاشوا فيه. وفي الآخر بقى ربنا بيوعد وعود حلوة جدا لمملكة يهوذا اللي بيقول لها عيدي أعيادك وافرحي والرب يرد عظمة يعقوب، وده الحاجات اللي هنشوفها في دراستنا إن شاء الله سفر نحوم. يبقى أول حاجة قلنا أن نحوم تقريبا كتب في حوالي 630 قبل الميلاد، لأن كان يونان كاتب حوالي 730 قبل الميلاد. ففرق 100 سنة دي اللي حصل فيها أن بعد ما كان شعب نينوى قدم توبة لربنا إلا أنهم عادوا وأصبحوا يحيوا حياة صعبة جدا في جبروت وقسوة وشدة، فربنا ساعتها نفذ غضبه فيهم. الإصحاح الأول بيقول وحي على نينوى سفر رؤيا نحوم الألقوشي. قلنا ألقوش دي في حتة في شمال الجليل، وهي اللي بيقال عليها دلوقتي حاليا كفر نحوم.
كلمة وحي بتعني ثقل أو كلام تقيل جدا في تنفيذه، في صعوبة شديدة جدا هيمر بيها شعب نينوى. الرب إله غيور ومنتقم، الرب منتقم وذو سخط، الرب منتقم من بغضيه وحافظ غضبه على أعدائه. الرب بطيء الغضب وعظيم القدرة ولكنه لا يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه والسحاب غبار رجليه، ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الأنهار، يذبل بشان والكرمل وزهر لبنان يذبل. الجبال ترتجف منه والتلال تذوب والأرض ترفع من وجهه والعالم وكل الساكنين فيه. من يقف أمام سخطه ومن يقوم في حمو غضبه؟ غيظه ينسكب كالنار والصخور تتهدم منه. صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. الجزء الأول ده، لأن احنا قلنا ان شعب أشور ده كان شعب ايه، من الأمم ولا من اليهود ولا من فين؟ من الأمم. فكان كل الآلهة بالنسبة لهم اللي هي الأصنام اللي بيعبدوها. فابتدى أول حاجة يعرفهم مين هو الرب اللي انتوا بتتكلموا عليه، مين هو الإله اللي انتوا بتهينوا شعبه. فبيقول لهم الرب إله غيور ومنتقم، يعني حتى وإن كان بيسكت على بعض الأعمال اللي كانوا ممكن يقدموها للشعب وإن هم يتعبوهم ويذلوهم ويسلبوهم ويغتصبوا أراضيهم وياخدوا نسائهم سبايا، إلا إن ربنا منتقم غيور. كلمة غيور يعني يهتم بشعبه ويحب شعبه ويخاف على أولاده. الرب منتقم وذو سخط، يعني ممكن ربنا في غضبه يفني، زي ما احنا شفنا كده اما غضب على العالم القديم في لحظة، انفجرت ينابيع المياه ونزلت الأمطار وأفنى الأرض كلها. ولكن اللي بيحب ربنا والمتوكل عليه واللي صنع الفلك قدر ان هو ايه؟ ينجو من الطوفان. يبقى ربنا مش حاطط الناس كلها في مكانة واحدة. الإنسان اللي بيخاف وبيحب وبيطيع وبيسمع لصوته وحافظ وصيته ليه مكانة، ولكن الإنسان المتجبر القاسي اللي بيرفض تأديب ربنا واللي بيحط كلام ربنا خلفه، تلاقي ربنا ممكن زي ما احنا سمعنا دلوقتي منتقم وذو سخط. الرب منتقم من مبغضيه وحافظ غضبه على أعدائه، يعني مش ممكن ربنا يدي فرصة لحد بيعادي ربنا ويتكلم على ربنا وحش دلوقتي. يقول كده لأن ممكن يقدم إيه؟ يقدم توبة. أما لقينا شعب نينوى قدم توبة، ربنا قبل ولا رفض؟ قبل. طب ولكن اللي استمر في عصيانه واستمر في جحوده ونكرانه، اللي استمر في إهانته لاسم ربنا، لا، بيجي الوقت اللي هو ينتقم ويحافظ غضبه على أعدائه. إلا إن بيعرفنا برضو إن الرب بطيء الغضب. هو مش زي الإنسان يغضب ويثور فيفقد أعصابه ويعمل حاجات مش صح. ربنا بطيء الغضب يعني إيه؟ بيدي فرصة للإنسان صنعة إيديه إن هو يحيا للأهداف اللي ربنا خلقها عليه. وعشان كده ربنا خلق الإنسان عشان يعيش في تمتع ويفرح في وجوده مع ربنا، يفرح بالعشرة الإلهية وينتظر السماء، يفرح إن هو يتهلل مع الملائكة والقديسين ويسبح معاهم، يفرح بأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها، يبتدي يجول في الأرض يصنع خيرا زي ما هو كان بيعمل. ولكن في ناس مش هو ده اللي بتحبه، وعشان كده بيقول لك الرب بطيء الغضب. هو إن كان في ناس مش بتعمل مشيئته، إن كان في ناس بترفض إرادته، إلا إن هو بيصبر عليهم ويتأنى عليهم عشان يقدموا توبة فيرجع يقبلهم ويكون ليهم مكان في السماء. لأن الله عظيم القدرة ولكنه لا يبرئ تبرئة، يعني ما فيش حد
اسمه هيعمل خطية أو هيعمل أو هيتجاوز بالاسم في حق ربنا، وربنا هيقول خلاص أكني ما شفتش. إمتى يسامح؟ إمتى يعذر؟ يقول لك ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. احفظوها دي، ليست خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. لكن اللي احنا تبنا عنه خلاص، يقول لك خطاياكم لا أعود أذكرها، أطرحها في بحر النسيان. ويقول كده القديس أنطونيوس الكبير، يقول كده إن ذكرنا خطايانا ينساها لنا الله، وإن نسينا خطايانا يذكرها لنا الله. يعني إيه الواحد يذكر خطاياه؟ يعني يفتكر إن هو خاطئ وقابل ومحتاج للتوبة، يفتكر إن هو سهل السقوط، وعشان كده يكون إنسان حريص في حياته، ما يكونش إنسان إيه متساهل. يقول لك كلمة معلش أصلها زلة لسان، معلش أصلها يعني كذبة فاتت ما حدش خد باله. لا، خلي بالك، لأنه لا يبرئ تبرئة. طب الحل في إيه؟ الحل في حاجة واحدة، أقدم توبة وبجد من قلبي. الحل في حاجة واحدة، إن أنا لما أقدم توبة وبجد من قلبي، يقول لك كده من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن إن تساهلنا مع أنفسنا، لا، هيشددها بقى ربنا. طب وإذا كنا بنتناسى خطايانا، والواحد عامل إن هو مش واخد باله، ويبقى زعلان مع ده ويقول معلش ما ربنا بيسامح، طب أنا هخش أتناول وربنا يسامحني. طب ما تسامح غيرك، طب ما تاكلش حق غيرك، طب ما خليك حنين على اللي حواليك. يبقى زي ما احنا بنعمل هو بيعمل معانا. طب ايه احنا بنشرطه على نفسنا في صلاة أبانا الذي؟ نقول لك كده اغفر لنا ذنوبنا كما ايه. طب يقول لك ما انت اللي شارط على نفسك اهو قدامي في كل صلوة بتصليها، في كل طلبة بتطلبها، لأن ربنا بيغفر للإنسان، بس إذا ما كنتش بتغفر للي حواليك صعب إن هو يغفر ليك. لكنه لا يبرئ التبرئة، يبرئ البتة. الرب في الزوبعة وفي العاصف طريقه، يعني الزوابع والرياح والحاجات دي مين اللي بيحركها؟ دي بكلمة ربنا كلها، كن فتكون. طب السحاب يقول لك ده غبار رجليه، اما الواحد وهو ماشي في الارض كده ممكن في الارض اللي هي الترابيه بيطلع زي الغبار، فهو اكنه ماشي على السحاب، والسحاب ده اكنه الغبار اللي طالع من رجليه. ينتهر البحر فينشفه، امتى عمل كده؟ ها؟ شعب اسرائيل عايز يعدي وقالوا له بس فرعون وراك والبحر قدامك، ينتهر البحر يعمل ايه؟ ينشفه. وتجف جميع الانهار، امتى عمل كده؟ وقف ايليا النبي وعمل صلى صلاه ان لا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 اشهر، حصل ايه بقى في الانهار؟ نشفت، اصبح في مجاعه في كل البلاد. وعشان كده تجفف جميع الانهار بطلبه واحد تقفل السماء كلها. ايوه، لان طلبه البار تقتدر كثيرا في ايه؟ فعلها. ويقول كده يعقوب الرسول، يقول لك كان إلي إنسان تحت الألم مثلنا وصلى صلاة أن لا تمطر الأرض فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر. يبقى ربنا ممكن يستجيب للإنسان إذا كانت الطلبة بحسب مشيئة ربنا، وربنا يستجيب للإنسان إذا طلب غفران، إذا طلب رحمة، إذا طلب راحة، إذا طلب من أجل أعدائه. يقول له يا رب افتكرهم وما تنسانيش. يعني ايه مش افتكرهم؟ يعني تاخدهم. ربنا يفتكرهم يعني ايه؟ يعني ينظر اليهم بعين الرحمه ويقبل توبتهم اذا رجعوا مره تانية. ينتهر البحر فينشفه ويجفف جميع الانهار، يذبل بشان والكرمل. الكرمل دي كانت منطقه جميله جدا، كان بيرعوا فيها الاغنام، وكانت منطقه بشان دي مليانه من الأغنام السمان بسبب الرعاية الحلوة اللي كانوا بيجدوها. فهنا أما ما يبقاش في أنهار هيحصل إيه في المراعي؟
طب والكرمل، الجبال العالية الشامخة كلها مش هيكون لها وجود. وزهر لبنان يذبل، كان أجمل الزهور اللي لقوها في لبنان في على الجبال والخضر الجميلة والزهور الحلوة، حتى دي برضو هتذبل. الجبال تجف منه، ترجف منه. ترجف يعني ايه؟ واحنا شفنا ده برضو امتى؟ اما كان موسى قالوا له عايزين نسمع لصوت ربنا، فاما ربنا لمس الجبال حس ايه؟ حس ارتجت الجبال من عزته من جلاله. والتلال تذوب، وده بنشوفه ان ممكن في فوهة البركان تلاقوا الجبال طالعة او الصخور طالعة منصهرة، عاملة اكنها نهر، بس نهر من نار كلها منصهرة ودايبة. وعشان كده بيقول ايه؟ الارض ترفع من وجهه، لان هيجي في الوقت دلوقتي بيتكلم على الوقت الاخير اللي هو السماء والارض تزولان. هيجي الوقت الارض ترفع من وجهه. طب والعالم وكل الساكنين فيه كله خلاص هيبقى ملوش مكان. يرجع ويخلي كل واحد فينا يفكر، يقول من يقف امام سخطه؟ مين اللي هيقدر يقف قدام غضب ربنا؟ من يقف في حمو وغضبه؟ اليوم اللي هيبقى في اليوم الاخير اللي هيدين فيه الاحياء والاموات. غيظه ينسكب كالنار والصخور تنهدم منه. وده اللي فعلا هيسمعوه الاشرار لما يرموا في البحيره المتقده بالنار والكبريت. طب المشهد المخيف ده ما حبش ان هو يسيبنا عنده، ويقول لنا بس الرب هو ايه؟ صالح. ربنا صالح، مراحمه متجدده في كل الصباح، حصن في يوم الضيق. يعني اذا كان اشور ده شعب صعب جدا، وشعب ممكن يكون في قسوته وسبب لكم آلام شديدة، إلا أن الرب عامل زي الحصن في يوم الضيق. وانتوا كلكم حافظين الآية اللي بتقول اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق وتمنع. علامة الصليب برج حصين، إزاي؟ يحمي من السحر ولا لأ؟ يحمي من السم ولا لأ؟ يحمي من العقارب والتعابين ولا لأ؟ يحمي من قوات الشر والشرير ولا لا؟ فهنا اللي يحتمي بالصليب، اللي يحتمي باسم الرب، اللي يحتمي بقوة ربنا في حياته، تبقى قوة ربنا لنجاته. لأنه بقى يقولك إيه؟ لأنه يعرف المتوكلين عليه. في واحد يتكل على قوته لحد ما تبتدي قوته تضعف شوية، يبتدي يبقى عايش في عنفوان شبابه وشايف نفسه ويقولك ما حدش قدي. وأول ما تبتدي صحته تفرقه يبتدي يحس إن هو إيه؟ يقول لك خلاص راحت عليه. واحد يفتكر إن قوته وعزوته في منصبه، وعشان كده ما يبقى طول ما هو في المنصب يقول لك فلان بيه راح فلان بيه جاي، وعمالين إيه؟ يعملوا له شنة ورنة. وأول ما يطلع معاش يبقى ماشي. كان بيحكي لنا واحد من أصدقائنا عن واحد كان اتعين في مكانه كبيره يعني، فكان لما يروح النادي واحد شايل له الشنطه، واحد مش عارف يعمل له ايه، واحد جاي يجرب له ميه ايه، ويفضوا له القاعه ويفضوا له الملعب ويفضوا له بتاع. يقول لك بعد ما طلع على المعاش بثلاث ايام، وكان ايه اما يسلم على حد يسلم من بعيد كده ويبقى مش عايز يبص لهم ولا يقرب لهم. يقول لك بعد ما طلع بثلاث ايام بقى هو اللي يجري يدور علينا ويسلم علينا. معنى كده ايه؟ ان المنصب ممكن بقى اول ما يروح خلاص ملوش قيمة، ما بقالكش نفس القوة ونفس السطوة ونفس ال... طب والمال نشوفها كده من الانبا انطونيوس اما بص لابوه قال له ده انت بنفس شكلك، فين عزتك وجلالك وسطوك وقدرتك؟ فين اموالك اللي كنت بتتحكم فيها؟ مفيش حاجة قعدت لك؟ عشان كده قال له ده انت خرجت من العالم كارها، ولكن انا هخرج بايه؟ بارادتي. في ناس اتوكلت على ربنا، وهو يقول لك لا يغزى المتوكلون عليه. ولكن بطوفان عابر يصنع هلاكا تاما لموضعهما،
وأعداؤه يتبعهم ظلام. الجزء ده حصل بالفعل. هو أول حاجة بيشبه إن أما يخشوا أهل بابل دول هيخشوا زي الطوفان على شعب أشور، هيعملوا فيهم إيه؟ هياخدوهم كلهم أو هيموتوهم كلهم. ده أول تشبيه. ولكن التشبيه اللي حصل بالفعل إن ساعة ما شعب أو الجيش بتاع بابل حاصر مدينة أشور، مدينة نينوى بمدنها بالمباني المحصنة بتاعتها، الأسوار العالية بتاعتها، حصل ساعتها فيض كبير جدا في نهر دجلة. فهم وقفوا على السدود اللي كانت معمولة عند النهر وكسروا السدود دي، ففعلا النهر عمل ايه؟ كسر الأسوار العالية بتاعت مدينة نينوى، وهلك ساعتها الأشوريين وسقطوا ساعتها قتلا بالسيف. فهنا الجزء الأولاني إن ممكن فعلا الأشرار يكونوا محتميين بأماكن عالية أو متحصنين، ولكن ساعة أما يسمح ربنا بطوفان مش ممكن يقف إيه حد من الأشرار قدامه. عشان كده إحنا ما سمعناش إن في حد نجا من الطوفان غير نوح والسبع أنفس اللي معاه. في حد تاني؟ ليه؟ لأنهم كانوا مأمنين بربنا واحتموا داخل الفلك. وعشان كده مهم الإنسان المتوكل على الله، المتمسك بكلمة ربنا، الحافظ طريقه في ربنا، هو اللي ينجو في يوم الغضب. كلمة أعدائه يتبعهم ظلام، يعني فعلا الناس اللي ماشية في الظلمة نهايتها تكون فين؟ في الظلمة، حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. ماذا تفكرون على الرب؟ هو صانع هلاكا تاما، لا يقوم الضيق مرتين، فإنهم وهم مشتبكون مثل الشوك وسكرنون كمن خمرهم، يؤكلون كالقش اليابس بالكمال. منك خرج المفتكر على الرب شرا المشير بالهلاك. هكذا قال الرب: إن كانوا سالمين وكثيرين هكذا فهكذا يجزون فيعبر. أذللتك لا أذلك ثانية، والآن أكسر نيره عنك وأقطع ربطك. ولكن قد أوصي الرب عنك الرب: لا يزرع من اسمك فيما بعد، إني أقطع من بيت إلهك التماثيل المنحوتة والمسبوكة، أجعله قبرك لأنك صرت حقيرا. وزع على الجبال قدم مبشر مناد بالسلام: عيدي يا يهوذا أعيادك، أوفي نزورك، فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك، قد انقرض كله. قد ما الآيات الأولانية مخيفة، قد ما الآية الأخيرة معزية. بيقول ماذا يفتكرون على الرب؟ الناس اللي بتصنع هذا الهلاك هم بيفكروا في ربنا إيه؟ هو مش هيقوم الضيق مرتين، يعني الضيق اللي عملوه أشور على شعب إسرائيل مش هيخلي الضيق ده يقوم مرتين. هم عاملين زي الشوك، الأرض اللي بيبقى فيها شوك تلاقوا الشوك عمال إيه؟ يخنق أي زرع صالح. وانتوا عارفين كلكم مثل الزارع، لما يقول لك أما الزرع طلع وسط الشوك، طلع الشوك وإيه؟ خنقه. فهيقول لك هم عاملين زي الشوك اللي طالع في كل مكان يسبب ألم لكل من حوله، ولكن هيبقوا عاملين زي حزمة الشوك دي أما تتحرق هيبقوا عاملين زي القش اليابس بالكمال. ففعلا الشوك اول ما بتمسك فيه النار بيتحرق بايه؟ بسهوله. منك خرج المفتكر على الرب شرا المشير بالهلاك. الناس اللي فكرت بالشر على ربنا هم مش بيفكروا على ربنا، بيفكروا على شعب ايه؟ ربنا. بس انتوا عارفين اما جه رب المجد يسوع وهو بيظهر لشاول بيقول له: شاول شاول لماذا؟ طب هو شاول كان بيضطهد ربنا ولا بيضطهد
ولكن ربنا إحساسه بالشعب إن هم دول أولادي، فكل حاجة بيعملوها بيهم فبيعملوها بيه. وعشان كده بيقول خرج المفتكر على الرب شرا. كانوا بيقولوا إن ربنا مش هيقدر يحميهم، لو اتكلوا على ربنا مش هيقدر إن هو ينجدهم. عارفين لما جم بيعيروا المسيح بيقولوا اتكل على الرب فلينجيه إن كان يريده، هم مفتكرين على الرب إيه؟ شرا. المشير بالهلاك، هكذا قال الرب إن كانوا سالمين وكثيرين هكذا فهكذا يجزون فيعبر. أما الأرض بتبقى مليانة شوك، هيحصل في يوم إن هم إيه؟ هيجزوا. ودي النبوة اللي جت في سفر الرؤيا، أما بيجي يقول إنه هيرسل الله مع الملاك منجل حاد وهيعمل إيه؟ هيحصد الأرض كلها، وهم دول هيبقى حصاد الأشرار، لأن ربنا هيكون أخد الأبرار معاه. فهكذا يجزون أذللتك لا أذلك ثانية. ربنا هنا بيتكلم عن الشعب اللي اتذل نتيجة الحصار ونتيجة الاستعمار اللي استعمروه من الأشوريين والبابليين، وبيقول بعد ما وقعتي في الذل أنا مش ممكن أعمل إيه؟ أذلك ثانية. ده وعد من ربنا بهذا الخلاص. والآن أكسر نيره عنك وأقطع ربطك. الكلام ده ربنا بيتكلم عن الشيطان اللي أذل الناس وحط قيود الشر في إيد الناس كتيرة. إمتى اتكسر هذا النير؟ وإمتى اتكسر هذه العبودية؟ وإمتى اتقطع هذا السك؟ كل ده إمتى؟ على الصليب. عشان كده يعرفنا إن حرركم الإبن فبالحقيقة تصيرون أحرار، لأن العبودية الشيطان دايما بيستعبد الناس. حتة أكثر نيره عنك وأقطع ربطك، إن فعلا الشيطان بيحبس الإنسان في الخطية، وعشان كده يقول لك كل من يفعل الخطية هو إيه؟ عبد الخطية. ويجي أبونا الكاهن أما يجي يصلي التحليل نقول له قطع كل رباطات خطايانا. بتسمعوها في التحليل دي، قطع كل إيه؟ رباطات. أكن كل خطية الواحد بيعملها بتصير الإنسان عبدا ليها، وإن لم يقطع الإنسان من هذه الربط يفضل إيه؟ عبد للشيطان. وعشان كده إحنا بنقول له اكسر، بيكسر نيره عنك وأقطع ربطك. ولكن قد أوصى عنك الرب لا يزرع من اسمك فيما بعد، يعني بعد كده مش هيحصل خزي ليكي فيما بعد، إني أقطع من بيت إلهك التماثيل المنحوتة والمسبوكة. كانوا بيحطوا التماثيل المسبوكة والمنحوتة عشان هم اللي بيقدموا لها العبادة وبيقدموا لها السجود، ويقول لك هذه آلهتك نجدتك، ويرجع يقول كده أجعله قبرك لأنك صرت حقيرا. يعني المكان اللي انت بتعبد فيه آلهة غيري هجعله ايه؟ هو القبر بتاعك. وده حصل بالفعل. اما سنحريب اتهزمت جيوشه رجع وجري يحتمي في بيت الاله نصروخ بتاعه، واول ما دخل راحوا اولاده الاثنين عملوا ايه؟ قاموا قتلوه. فصار البيت اللي بيعبد فيه هذه الالهه المسبوكه والمنحوته هو ايه؟ هو قبره، لانك صرت حقيرا. الانسان اللي بيعظم نفسه جدا بيصير حقيرا امام الله، والانسان اللي بيضع نفسه جدا بيصير عظيما امام الله. هنا هم تشامخوا بالقوه وصاروا نتيجه القوه والجبروت كانهم سكرانين من نشوه الانتصار اللي هم بيحققوه، ولكن امام الله هم ضعفاء ومساكين. وعشان كده بيقول لك اقطع من بيت الهك التماثيل المنحوته والمسبوكه واجعله قبرك لانك صرت حقيرا. الانسان اللي بيتكبر على ربنا وبينظر بيفتكر في نفسه ان هو يقدر ينجو باي شر عمله، لا، يجي يفتكر هنا ان هو صار حقيرا. وزع على الجبال قدما مبشر مناد بالسلام. امتى بقى الكلام ده حصل؟
ما أجمل أقدام ها المبشرين بالسلام، المبشرين بالخيرات. ابتدت الرسل تمشي في كل المدن وتمشي في كل الجبال وينادوا باسم الرب. وبعدين عيدي يا يهوذا أعيادك، يعني خلاص ما فيش حاجة ممكن إن هي تجيب عليكي حزن، تضيع عليكي العيد مرة تانية، لأن كانوا ما بيقدروش يعيدوا إلا لما يروحوا أورشليم ويقدموا الذبايح. أو في نزورك فإنه لا يعود يعبر فيك أيضا المهلك قد انقرض. طبعا الكلام ده بيتكلم على الإيه؟ على الظهر الآتي اللي هو إمتى؟ في الملكوت بقى، مش هيبقى فيه لا يعبر فيها مهلك وما في مش هيكون فيها عدو. عشان كده واحد من القديسين يقول مين ما يشتاقش للسماء؟ المكان اللي مش هيدخله عدو ومش هيخرج منه حبيب، اللي ما فيهوش فيه مرض ولا الشمس فيها تغيب. يعني ايه بقى؟ مين الشمس اللي فيه؟ المسيح ناس. طيب هل في عدو هيخش؟ لا، احنا ما عندناش غير عدو واحد، مين هو؟ لكن لينا اعداء في الجسد بنعادي الناس؟ لا، اللي بيعادي الناس ده يخلي باله. طيب وبعدين المكان ده هتفضل فيه مع احبابك الى الابد، هتسبح ربنا بلا شبع، ستراه وجها لوجه. وعشان كده اللي بديت بيه في البدايه بقوله لكم برضو دلوقتي، الانسان اللي يفضل رفع عينه ناحيه السماء وهو مشتاق للابديه وفرحان بنصرة ربنا ليه، مش ممكن تضايقه أحزان أرضية أو حاجة وقتية. يفضل دايما فرحان، يفضل دايما مطمن، يفضل دايما شاكر ربنا على كل حاجة بتعدي عليه، لأن في يوم من الأيام هيبقى في أعياد على طول. طيب هل في حد ممكن يهلكه؟ مش ممكن. طب هل في حد ممكن يضايقه أو ممكن يجيب مرض أو يجيب أذية عليه؟ محدش يقدر عليه. وعشان كده اللي روح ربنا فيه مش ممكن يغلبه الشيطان او يقدر عليه. ودي النعمة الحلوة اللي اداها لنا ربنا عشان يدينا الراحة والنياح والتعزية، اللي هو سفر ايه بقى؟ نحوم. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد. تفضلوا نصلي. في بحر حبك دعني.